احنا عم نجهز لمعرض اللي اسمه معرض من طين، حبينا نجسد فيه معاناة اخوتنا بالمخيمات، وبالاخص اللي بعد ما صارت العاصفة البرد والمطر، فهون شردت كتير اخوتنا من المخيمات، فحبينا نعمل لوحات من طين معبرة عن معاناة اخوتنا بالمخيمات. حبينا نستخدم الطين بدل الألوان لأنه بيحاكي الواقع أكثر. شو عم تعمل هاي الخيمة؟ كورونا بيشو؟ على الأطفال أو على الناس وعلى الكبار بالخيمة؟ المعرض بيضم العديد من اللوحات اللي رسمناها مع الأطفال ولوحات رسم الفريق، واستغرق الموضوع أكثر من 15 يوم. طبعاً الهدف الرئيسي من إقامة هذا المعرض هو إيصال صوت الناس اللي موجودين ضمن هاي الخيام، اللي هن عم بيعيشوا أقصى ظروف الحياة ومع انعدام كامل للخدمات والخدمات المتوفرة لهم. طبعاً بالإضافة في كان فقرة رسم بالرمل لبانوراما المأساة الحقيقية اللي عم يعيشوها السوريين والنازحين.